سعادة أحب أن نحن وياكم ورح نكون باتصال مباشر مع الصحافي رامز الفري رئيس الرابطة الثقافية بطرابلس لنحكي معه عن معرض الكتاب السنوي 50 بالمدينة. من حيك أستاذ رامز. يا هلا، صباح الخير، يعطيك العافية. وأنت كمان يعطيك ألف عافية، الله يقويك. خبرنا عن هالمعرض 50، معرض الكتاب السنوي للسنة 50 بطرابلس، كيف وضع الكتاب اليوم، وهل في إقبال على القراءة، وقد اليوم الناس فعلا متشوقة للمشاركة بهيك نوع من المعارض؟ يعني أولا بشكرك وبشكر إذاعتكم الكريمة على الاهتمام دائما بنشاطات الثقافية وخاصة معرض الكتاب وبالرابطة الثقافية بطرابلس. مثل ما ذكرت حضرتك، هذه السنة فتحنا معرض الكتاب بالجيل الذهبي 50 سنة على مروره اللي انطلق سنة 1974 ومستمر لليوم رغم كل الصعاب اللي مرقت على مدينة طرابلس خلال كل هذه السنوات. مصرين نحن برابطة الثقافية طرابلس على الاستمرار بهذا المهرجان بهذا العرس الثقافي اللي صراحة ما عاد فقط هو سوق للكتاب أو لبيع الكتاب، لا نعم. هو يعني لحتى نحن بدنا نشجع على الكتاب والمطالعة من ناحية، ومن ناحية أخرى نشكل مساحة طلاكي وحوار مشترك بين مختلف أطياف المجتمع اللبناني تحت مظلة الثقافة وتحت مظلة الكتاب. تقدر الناس تتابع بعضها، تتحاور على مختلف تنوعهم المناطقي والحزبي والسياسي والطائفي والمذهبي، وهذا الشيء اللي نحن عم نهدف له، وهذا الشيء اللي عم تحقق يعني خلال المعرض كل سنة. نعم أستاذ رامز، قلت مهرجان وعرس ثقافي، قد ايه اليوم في هاللقاء للمفكرين للأدباء ليكون في ندوات وطاولات حوار، يكون الأشخاص عم تحكي بهالقد مستوى فكر راقي؟ صحيح، نحن في على هامش المعرض ما يقارب 90 نشاط خلال هالعشر أيام موزعين على الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية والشعرية، ومن ضمنه أيضا تقريبا ما يقارب 50 إصدار جديد سيتم إطلاقهم بالمعرض لكتاب ومؤلفين من مختلف المناطق اللبنانية ومختلف المواضيع. ونحرص أنه هذه الأنشطة تكون موجودة كمان أيضا جزء كبير من إيحاء الواقع. يعني إحنا اليوم مثل ما بتعرفي حضرتك عم مر بأزمات كتير كبيرة على صعيد الوطن، على صعيد طرابلس، على صعيد لبنان، على صعيد المنطقة، فسواء كان اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا صحية ولا انمائية، فأكيد في كتير أنشطة بتحاكي هذه المشاكل، بتحاكي هذه الواقع، وتدور على هذه الأمور، تقترح بعض الحلول. إضافة ما فينا ننسى أبدا الحرب الإجرامية اللي عم يشنها الكيان الصهيوني على غزة بفلسطين وعلى جنوب لبنان. نحن اليوم بحالة حرب بكل ما الكلمة معنا، أكيد أيضا في بعض النشاطات اللي بتواكب هذا الموضوع واللي بتشكل لقاءات تضامنية وتنديد بهذا العدوان الغاشم على أرضنا وعلى فلسطين وعلى أهلنا، لحتى نقدر نحن نكون أيضا كمان يعني مش عم نغرد خارج السرب، نحن موجودين بهذه المنطقة، وبالتالي نحن بدنا نحاكي كمان كل المشاكل اللي عم نعاني منها. ما فينا نتوقف، بدنا نحن نحارب ونقاوم ضمن إمكانياتنا المتوافرة، وهذا اللي عم يسعى له صراحة بالنشاطات اللي عم نقوم فيها. حكيت عن الأوضاع الاقتصادية وعن الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، قد ايه اليوم هيك نوع من المهرجانات بيتطلب إمكانيات وقدرة مادية على القيام بهذا النوع من المشاريع؟ صحيح صحيح، نحن جزء كبير من عملنا ومن الشباب ومن الصبايا اللي عم يشتغلوا بالرابطة الثقافية وبهذا المهرجان شبه تطوع تام، أكيد بيلزم بعض الإمكانيات واللي هي نحن منغطيها من كلفة إشغال الأجنحة لبعض المكتبات والمؤسسات الجامعية والتربوية والثقافية اللي عم تشارك بالمعرض، وعم نحاول نحن والأصدقاء من هول المؤسسات والمشاركين إنه ندلنا
نتعاون ماديا ومعنويا لحتى نضلنا مثابرين ومحافظين على هذا المهرجان وعلى هذا اللقاء اللي عم يشكل كل سنة ساحة للتلاقي والتواصل وإعطاء صورة جميلة جدا عن مدينة طرابلس. نعم أكيد المعرض بوابه مفتوحة، ومدينة طرابلس المصنفة يعني إذا بدنا نحكي عنها عاصمة الثقافة العربية للسنة، قديش هيك بالنسبة للناس مدعوين من كل المناطق المواعيد تيعرفوا يكونوا عم بيزوروكم بالمعرض؟ يعني مثل ما ذكرت حضرتك في ميزتين السنة للمعرض، أولا أنه هو اليوبيل الذهبي لهذا المعرض 50 سنة على مروره واستمراريته، والميزة الثانية أنه ضمن احتفالية طرابلس عاصمة الثقافة العربية. المعرض أكيد أبوابه مفتوحة لكل الناس من مختلف المناطق من مختلف التيارات ومن مختلف الانتماءات، ونحن يوميا من الساعة 3 عصرا للسبعة مساء اللي بيحب يزور معرض تشرف اكيد، واكيد الندوات والمحاضرات ومواقع الكتب ايضا كلها متاحه على الجميع. اكيد ما في رسم دخول للمعرض، المعرض دخول مجاني، ونحن يعني نتمنى اي حدا بيقدر يشرفنا على طرابلس وعلى الرابطه الثقافيه بطرابلس شارع الثقافي. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنشكرك استاذ رامز دائما على جهودك اللي عم تبذلها بسبيل هيك نشر هذه الثقافه اليوم، ثقافه القراءه والكتاب، تبقى حتى نبقى هيك بفكر راقي ودائما مترفع عن كل دنيويات. انا بدي اشكرك الصحفي رامز الفري رئيس الرابطه الثقافيه بطرابلس.